السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض المحور الرابع، اسمه التواصل. يعني ايه تواصل؟ التواصل ممكن اتواصل عن طريق اللغة، عن طريق الكتابة، عن طريق الرسم والغناء. فمثلا وجدت طفلا حزينا يبكي، فرسمت له وجها مضحكا ليفرحه، فبهذا انا تواصلت معه عن طريق الرسم. النهارده هناخد مع بعض قصة الاستماع زيارة إلى المدرسة. هيا نستمع إلى هذه القصة. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. تحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة، العود والناي والمزمار والدف والطبول. هنا يقول أن في طابور الصباح المدير وقف وفاجأنا بخبر زيارة وفد. يعني إيه وفد؟ مجموعة من الناس في بلاد أخرى جم إلى بلدنا لكي يتعرفوا على ثقافة بلدنا. جميع الطلاب تحمسوا جدا لهذا القرار، وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني. جميعا بنقف في طابور الصباح ونقول النشيد الوطني، وتدربوا عليه كيف؟ بالعود، باستخدام الآلات المصرية الأصيلة كالعود والناي والمزمار والدف والطبول. جلس خالد حزينا، فجاءت المعلمة وسألته: ماذا بك يا خالد؟ لماذا أنت حزين هكذا؟ رد خالد: لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. فتعجبت المعلمة متسائلة: لماذا؟ فأجاب خالد: لأنني لا أحب الغناء ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية. بعد ما فاجأنا المدير، جلس خالد حزينا، وعندما سألته المعلمة: ماذا بك؟ رد وقال: لا أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. وعندما تعجبت المعلمة متسائلة: لماذا؟ قالت له: ليه؟ فأجاب خالد: لأنني لا أحب الغناء، هو مش بيحب الغناء، ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية، أنا مش بعرف أعزف على الآلات الموسيقية. سكتت المعلمة قليلا، ثم سألت خالدا وأصحابه: هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ فأجاب أحمد مسرعا: لا، فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد أيضا، لذا سنقوم بعمل معرض صغير لعرض لوحاتنا التي تعبر عن حضارة مصر وجمال مناظرها وعراق تاريخها. سكتت المعلمة قليلا وسألت التلاميذ وخالد: هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ قالت لهم: هل الغناء والموسيقى هما بس إن إحنا نعبر بيهم عن ثقافة بلدنا؟ فأجاب أحمد: لا، فالرسم من الفنون أيضا التي ممكن أن نظهر فيها ونظهر بها ثقافة البلاد، لذا سنقوم بعمل معرض صغير. هنعمل معرض صغير عشان نعرض فيه لوحاتنا التي تعبر عن حضارة مصر. نظر أحمد لصديقه خالد وقال له: ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة تستطيع المشاركة بها. فتعجب خالد من كلامه وفكر وهو يردد كلامه: موهبة رائعة، هل تقصد الكتابة؟
ردت المعلمة بالطبع يا خالد، فأنت كاتب ماهر، هيا يا خالد فكر وقرر ماذا ستقدم لنا. كان يوم الزيارة حافلا، حيث بدأ التلاميذ بإنشاد النشيد الوطني وبعض الأغاني من التراث مع العزف على الآلات. ثم قام الوفد بزيارة المعرض المدرسي الذي كان يضم لوحات وأعمالا يدوية بسيطة. وفي النهاية الزيارة ألقى خالد شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له. أبدى الوفد إعجابه بهذا التعريف عن الثقافة المصرية، وتمنى أن تكرر الزيارة مرات ومرات. وبذلك قد استمعنا إلى قصة زيارة إلى المدرسة، هيا إلى التدريبات لنقوم بحلها. نشاط 1: ارسم دائرة حول كل صورة تعبر عن مصر. ما هذا؟ إنه علم الفلبين، ليس له علاقة بمصر. ما هذه الأهرامات الثلاثة؟ تعبر عن مصر، أقوم برسم دائرة حولها. ما هذا؟ إنه طبق من الملوخية، يعبر عن مصر. ما هذا؟ الكتاب اللغة العربية، يعبر عن مصر. وهذا؟ هذا برج إيفل يوجد في باريس، ليس له علاقة بمصر. وهذا الزي الياباني، ليس له علاقة بمصر. وهذا الزي الفرعوني، يمثل الحضارة المصرية القديمة، يعبر عن مصر. هذه معقرونة، ليس لها علاقة بمصر. وهذا علم مصر. هذه كتابات صينية باللغة الصينية، ليس لها علاقة بمصر. نشاط 2: اقرأ ثم أجب. 1: سيزور المدرسة، يا ترى العائلة، وفد أولياء الأمور، وفد. اثنين: لم ينضم خالد إلى فريق الغناء، الكتابة، المسرح. لم ينضم خالد إلى فريق الغناء. ثلاثة: كانت موهبة خالد الغناء، الرسم، الكتابة. كانت موهبته الكتابة. أربعة: شارك خالد يوم الزيارة بإلقاء شعر عن الأم، مصر، المدرسة، مصر. خمسة: ضع عنوانا جديدا للقصة. عنوان قصتي كان زيارة إلى المدرسة، ممكن أن نضع عنوانا آخر وهو موهبة رائعة. وعليك أن تفكر في عنوان آخر. 6: فكر في الكلمة التي ألقاها خالد يوم الزيارة وعبر عنها بجملة. أنا أفكر في الكلمة التي ألقاها خالد من الزيارة يوم الزيارة وأعبر عنها. ما أعظم حضارة مصر وتاريخها.
وهذا أسلوب تعجب ولابد أن أضع في النهاية علامة تعجب. ننتقل. نشاط 3، رتب أحداث القصة. جلس خالد حزينا فهو لا يعرف العزف والغناء. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد. ألقى خالد شعرا عن مصر. اختار خالد الكتاب ليعبر عن ثقافة بلده. في أحداث القصة هنا غير مرتبة، لابد أن أقوم بترتيبها لكي أكون قصة. أول حاجة رقم 1، في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد، دي رقم 1. رقم 2، جلس خالد حزينا فهو لا يعرف العزف والغناء. رقم 3، اختار خالد الكتاب ليعبر عن ثقافة بلده. 4، ألقى خالد شعرا عن مصر. نشاط 4، ارسم واكتب كيف عبر تلاميذ المدرسة عن ثقافة بلدهم من خلال استماعي للقصة. ازاي كل تلميذ عبر عن ثقافة بلده في المدرسة؟ عن طريق الكتابة والرسم والغناء. وهنا سوف تقوم برسم شخص يكتب وشخص يرسم وشخص يغني. نشاط 5، تحدث مع زملائك عن ثقافة بلدك من خلال اللغة والأغاني والتاريخ. وبذلك قد انتهينا من استماع القصة اسمها زيارة إلى المدرسة.